كده يعني ترفضيني قدام الناس تقللي مني؟ بالله عليكم في انسان في الدنيا عاقل يعمل اللي هو بيعمله ده؟ يا جماعه انا عارفه ان انا مقصره معاكم في تنزيل الفيديوهات لان الحمل تعبني جدا ومحدش هيحس بيها غير الستات اللي زيي. ليه؟ لان الرجاله عمرها في حياتها ما هتحس بالستات الحوامل اللي زيي، عشان كده قلت لكم الستات هي اللي هتحس بيا. اول حاجه ان انا زعلانه منكم ان انتوا عمالين تقولوا هبه مخده، نزلي المخده، انتوا بتعملوا فيك، انت هتخلفي لنا مرتبه، وناس كتير عماله تعمل عليا رياكتات ان انا حامل في مخده ونزلي المخده، سواء ستات وسواء برده رجاله كلهم بيعملوا عليا رياكتات كتير جدا على التيك توك. انتوا صدقتوا؟ تعرفتوا منين كل ده؟ عشان كبسه طلع في لايف وقال لي ان انا مركبه مخده. طيب لو طلع وقال لي ان انا مش مراته هتصدقوه؟ طب انا دلوقتي يا جماعه هعرض لكم اللايف بتاعه اللي هو بنزله على الفيسبوك اللي بيستفزني وبيستفز بيه الناس، وبيعمل ده كله عشان خاطر يرجع لي، عشان خاطر قلت له في اللايف اللي احنا كنا طالعين له مع بعض اللي انا هفكر، وبعد كده قلت له خلاص بعد الولاده عشان هولد مع اهلي، وهو ده كان رد فعلي. كفايه فيك بقى، كفايه فيك. طب اقول لكم على حاجه تثبت لكم ان كل حاجه فيك. حمل المسلم اللي هو دلوقتي حالا ده فيك، مركبه مخده، تستعطفكم. فيك 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 فيه. ما بيضربش بدماغه ولا بيضرب بمناخيره. جبت بيضرب بالمخده، جبت بيضرب بالمخده، جبت بيضرب بالمخده. طيب بصوا، صلوا على النبي، انا مقدر ان انتم مصدقين المسلم، ومقدر ان في ناس مصدقاني، ومقدر ان في ناس مع جيش المسلم، وفي ناس مع مملكه جبس مصر. انا دلوقتي اقول رد صريح، انا عايز نروح انا والمسلم نعمل سونار ونشوف بقى كانوا جنين ولا مخده. كده يعني ترفضيني قدام الناس تقللي مني؟ طيب يا جماعه، الحمل بتاع المسلم اللي هو دلوقتي حالا فيك، مركبه مخده، مركبه مخده، تمام؟ فمش عايزين بقى نفاق تاني؟ بالله عليكم في انسان في الدنيا عاقل يعمل اللي هو بيعمله ده؟ طب انا هسالكم سؤال، انتوا تروحوا تسالوه الجبس مصر ومتاكده ان هو هيحور، ايه رد فعل اولادنا لما يكبروا ويشوفوا الحاجات دي؟ يا جماعه مش كل حد يقول لكم اللي هي حامل في مخده او اللي هي مش عارفه او اي موضوع تاني تصدقوه، المفروض كنت سمعتوا مني. وبعدين ده مريض بيعمل ده كله عشان انا ما رجعتلهوش، انت مش هرجع لك طول ما انت كده، مش هرجع لك لغايه ما تتعالج وربنا يبقى يصلح الحال. انا اقسم بالله نفسيتي بتتعب من كتر ما بشوف الفيديوهات، انا وربنا، ربنا اللي يعرف فيا ان انا تعبانه والحمل تعبني وحاجات كتير جدا تعبانه. حرام عليكم يا جماعه، انا والله تعبت. ربنا يسهلك يا جبس مصر، وابعد عني، ما تتكلمش عليا عشان انا مش عاوزه كلام عليا كتير. اقسم بالله من كتر الكلام ومن كتر الفيديوهات اللي انا بشوفها انا تعبت.